ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر والقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس الأسبوع العاشر بعنوان احتمالات الحوادث المتنافية. عندنا في درس اليوم في هدفين شباب، الهدف الأول أجد احتمالات الحوادث المتنافية والغير متنافية، والهدف الثاني إيجاد احتمال الحادثة المتممة. طيب، في عندنا بعض المفردات اللي هي يعني حادثتين متنافيتين يعني حادثة متممة. الحوادث المتنافية شباب هي عبارة عن حادثتين مستحيل وقوعهما معا، يعني ما في بينهم شيء مشترك. دول الحوادث المتنافية، مستحيل وقوع الحادثتين. إذن أول ما يكون ما فيش بينهم شيء مشترك أعرف أن دول مالهم متنافيتين. أما الحوادث الغير متنافية ممكن وقوع الحادثتين في الوقت نفسه وبيتوجد بينهما من نواتج مشتركة. نأخذ أمثلة توضح الفرق من الحوادث المتنافية والغير متنافية. حدد إذا كانت الحادثتين متنافيتين أم لا. اختيار عدد عشوائي من 1 إلى 20 للحصول على عدد زوجي أو عدد يقبل القسمة على 3. هنا في سؤال، هل في عدد من 1 إلى 20 زوجي ويقبل القسمة على 3؟ ها، زي الستة مثلا، الستة زوجي وتقبل القسمة على 3، الـ12 زوجي يقبل القسمة على 3. إذن دول حادثتين ما لهم يا شباب، حادثتين غير متنافيتين، لأن ممكن ألاقي عدد في الحالتين زوجي ويقبل قسمة على 3، إذن دول غير متنافيتين. طيب الفقرة رقم B، إلقاء قطعة نقد مرة واحدة للحصول على شعار أو كتابة. عند إلقاء قطعة النقد يا شعار أو كتابة مستحيل الاثنين يجوا مع بعض، علشان كده دول اسمهم إيه؟ حوادث متنافية لاستحالة وقوعهما معا. إذن أنا كده عرفت الفرق بين الحوادث المتنافية والغير متنافية. الفكرة الثانية عندي، إزاي أجيب احتمال الحوادث المتنافية؟ ليكن A و B حادثتين متنافيتين، احتمال A اتحاد B، الرمز الرياضي ده اللي عامل زي حرف اليو بالانجليش ده معناه اتحاد. احتمال A اتحاد B يساوي احتمال الـ A زائد احتمال مين الـ B، ده غير اللي احنا اخذناه في الحصة الماضية الحوادث المستقلة كنا بنجيبها بالضرب. اما هنا في الحوادث المتنافية بتجي في مين يا شباب؟ بالزائد. يبقى احتمال A اتحاد B سوى احتمال الـ A زاد احتمال مين الـ B. وللتأكيد في الحوادث المتنافية بنركز على حرف الأو. إذا شفت حرف الأو في السؤال بعد كلمة احتمال، ها تعرف على طول إن معناها مين؟ إن معناها اتحاد. يعني أو دي يا معناها اتحاد يا معناها احتمال الـ A زاد احتمال مين؟ احتمال الـ B. تعالوا كده ناخد مثال. اختار موسى كتابا من الكتب الموجودة. موسى عنده مكتبة، مكتبة موسى. هنا أنواع الكتب، في كتب دينية عددهم 10، الفيزيائية 12، الكيميائية 13. عايز احتمال أن يكون الكتاب اللي اختاره إما دينيا أو حرف الأول اللي قلنا نركز عليه أو فيزيائية. طيب زي ما تعودنا في الفيديو السابق احنا هنسمي الحوادث، وليكن احتمال اختيار كتاب ديني هنسميه A1، واحتمال اختيار كتاب فيزيائي هنسميه A2. فهنا عايز احتمال اختيار كتاب ديني او فيزيائي، يعني معناها يا شباب انا عايز احتمال A1 اتحاد A2، يبقى هيساوي احتمال الحدث الاول زائد احتمال الحدث مين؟ الثاني. الديني عندي هنا، في عندي كام كتاب ديني؟ 10، 10 على 35. طب ليه ما اقولش 10 على كده؟ لان زي ما اتفقنا ان الاحتمال لازم يكون بسط ومقام. البسط المطلوب، المطلوب اللي هو الكتب الدينيه 10 كتب، والمقام المجموع. انا لو جمعت الكتب دي كلها يا شباب هيديني مجموعهم بكام؟ 35. اذا احتمال اختيار كتاب ديني 10 على 35 زائد احتمال اختيار كتاب فيزيائي، انا عندي الفيزياء 12 يبقى 12 على 35. انا ملاحظ هنا ان القصور لها مقامات متشابهه، هينزل مقام 35 واجمع 10 زائد 12 هيدينا 22 على 35. واذا طلب مني اجيب الاحتمال في صوره نسبه مئويه، فانا بعمل ايه يا شباب؟ بضربه في كام؟ في 100. الفكره الثانيه، إذا رمي مكعبان مرقمان متميزان. هنا متميزان دي يا شباب يعني يسهل التمييز بينهما، واحد كبير والثاني صغير، تمام؟ أقدر أفرق بينهم. إذا رمي مكعبان مرقمان متميزان مرة واحدة، طب سؤال يا شباب، لما يكون عندي مكعبين هيكون فضاء العينة كام؟ لو كان مكعب واحد يكون فضاء العينة 6، أما لما يكون مكعبين ها هيكون 6
ضرب 6 باستعمال مبدا العدد زي ما اخذناه قبل كده، فيكون انا عندي فضائل عينه عند رمي مكعبين متميزين 36 ناتج. فما احتمال ان يظهر العدد نفسه على الوجهين، على كل من وجهين مكعبين، او هذه حرف الاو، ان يكون مجموع العددين 9. اذا هنا عندي احتمالين، وليكن احتمال الحدث الاول اللي هو احتمال ان يظهر العدد نفسه على كل من الوجهين. انا رميت مكعبين، ايه ممكن يظهر لي؟ امتى يكون عددين زي بعض؟ لو ظهر لي هنا واحد وواحد، او اثنين واثنين، وهكذا. فيكون النواتج واحد وواحد، او اثنين واثنين، ثلاثة وثلاثة، اربعة واربعة، خمسة وخمسة، الى ستة وكام؟ وستة. كم زوج مرتبين؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، فيكون عددهم كام؟ ستة. طيب دي الحوادث حقت الايه اللي هو لما يظهر العددين زي بعض يا شباب. فيكون احتمال الايه هم هيظهر لي 6 وعندي فضائل عينه كام؟ 36، تبقى 6 على 36. دي الايه. البي الحدث الثاني ان يكون مجموع العددين 9. اذا انا رميت مكعب الارقام، ايه العددين اللي ممكن يظهروا لي مجموعهم 9؟ متميزين. متميزين هنا يا شباب لما اقول لك مثلا مجموعهم 9، لما تقول لي مثلا 4 و5 يا استاذ مجموعهم 9، تجيب الخمسة واربعة العكس ليها، ممكن يكون 4 الكبير و5 الصغير، فعكس 5 الكبير و4 الصغير، دول مجموعهم 9. طيب زي ايه تاني مجموعهم 9؟ 6 و3، برافو عليكم، و3 و6، ممتازين. لا غلط، سمعت واحد يقول 7 و2 و2 و7، لا ما ينفعش. اي نعم 7 و2 و2 و7 مجموعهم 9، لكن مكعب الارقام مرقم من 1 الى 6. طيب يبقى ايه اللي مجموعهم 9؟ 4 و5 و5 و4، 6 و3 و3 و6، فيكون احتمال البي يساوي دول عددهم كام ناتج؟ 4 على 36. طيب انا عايز او يعني عايز احتمال الاي او بي، معناها اتحادي البي هيساوي احتمال الاي زائد احتمال البي، لان دول حدثين متنافيين مفيش بينهم شيء مشترك. هل في الاحتمال الاول يطلع لي حدثين زي بعض وفي نفس الوقت مجموعهم 9؟ مفيش. اذا مفيش بينهم شيء مشترك، اذا دول حوادث متنافيه. احتمال الاول هيكون 6 على 36 زائد احتمال الثاني 4 على 36، اذا جمعناهم حيعطينا كام؟ 10 على 36. طبعا هما الاثنين يقبلوا التقسيم على 2، لو بسطنا يدينا كام؟ 5 على 18. تمام، ننتقل الى مثال اخر، هو الحوادث مين الغير متنافيه. الحوادث الغير متنافية زي ما أخذنا في التعريف لها، أن يكون في بينهم شيء مشترك. يكون في بينهم مين شيء مشترك؟ ليكن A و B حادثتين متنافيتين، إذا كان احتمال الـ A اتحاد B بيساوي احتمال الـ A زاد احتمال الـ B ناقص احتمال الـ A تقاطع الـ B، اللي هو الشيء المشترك اللي بينهم. طيب تعال كده ناخد مثال، رمي مكعبين مرقمين متميزين، وعرفنا متميزين يعني يسهل التمييز بينهما، يعني أخذ الناتج وعكسه للحصول على عددين متساويين، او عددين او اعرف ان هي جمع على طول، او عددين مجموعهم 8 على الوجهين الظاهرين. فعندي حدثين A، وليكن A هو الحصول على عددين متساويين، ولسه واخدينها في الفيديو السابق اللي هو كام؟ 1 و1 الى 6 و6، وقلنا عددهم بيكون كام دول يا شباب؟ بيكونوا 6 نواتج، 1 و1، 2 و2، 3 و3، و4 و4، و5 و5، اللي هم العددين اللي ممكن يظهروا لي. طيب هيكون احتمال الايه؟ الاحتمال دول يا استاذ 6، والمكعبين كلهم فضل عينه كام؟ 36. الحدث الثاني اللي هو بي، عددين مجموعهم 8، ايه العددين اللي ممكن يظهروا لي على المكعبين من فوق مجموعهم 8؟ 2 و6، 2 و6، و6 و2 اعكس، او 4 و4. دول طبعا ما فيش حد يقول يا استاذ 4 و4 اعكس 4 و4، ما هي نفسها يا شباب. اذا عندي في 2 و6، 6 و2، 4 و4، سامع كمان واحد بيقول لي يا استاذ كام؟ 5 و3، و3 و5، دول كام يا شباب ناتج؟ فيكون احتمال البي دول 1 2 دول 5 يا استاذ على 36، اللي هو فضائل المكعب. طيب سؤال هنا يا شباب، هل في بينهم شيء مشترك، اقواس مشتركه؟ يعني هل في عددين متساويين وفي نفس الوقت مجموعهم 8؟ ملاحظ فين هنا يا شباب؟ 4 وهنا في 4، ده اللي احنا بنسميه احتمال الـ A تقاطع الـ B المشترك اللي بينهم. في كم قوس مشترك؟ في قوس واحد فقط،
هكتب عدده اللي هو 1 على فضاء العينة المكعب بين اللي هو 36، فيكون احتمال الـ A اتحاد الـ B هيساوي احتمال الأول زائد احتمال الثاني الـ B ناقص احتمال التقاطع اللي بينهم A تقاطع B، علشان دول حوادث غير متنافية. احتمال الـ A 6 على 36 زائد احتمال الـ B جبناه كام يا شباب؟ 5 على 36 ناقص 1 على 36، طبعا ليهم نفس المقام 36، 6 زائد 5 ب11 ناقص 1 ب10 على 36، وفي التبسيط ادينا كام؟ 5 على 18. طيب نروح لاخر فكره عندنا في درس اليوم اللي هو ايجاد الحادثه المتممه. الحادثه المتممه اللي هو A شرطه او A داش، لايجاد الحادثه المتممه قانون الاحتمال ليها، احتمال A داش يساوي 1 ناقص احتمال الحادثة. ليه؟ لأن لازم تكون الحادثة والحادثة المتممة لها الاثنين مع بعض مجموعهم بيساوي كام؟ 1. مثال: اشترك عمر في مسابقة ثقافية وطلب منه سحب بطاقة عشوائيا من صندوق به 300 بطاقة، يبقى كلهم 300 بطاقة، منها 20 بطاقة رابحة. ما احتمال عدم سحب بطاقة رابحة؟ يبقى هنا لو هم فيهم 20 بطاقة رابحة يبقى المش رابحة كام؟ الباقي من 300 اللي هو كام؟ 280. فيكون عندي هنا يا شباب احتمال A داش يساوي 1 ناقص احتمال الـ A الحدث، احتمال A اللي هو 1 ناقص أنا عندي 20 بطاقة رابحة من 300 حطرح من الواحد، يبقى يدينا كام يا شباب؟ يدينا 280 على 300، ولو طلب مني في نسبة مئوية هيديني كام؟ هيعطينا 93%. يبقى دائما لما يطلب مني احتمال حادثة متممة أنا بطرح من 1. طيب ممكن يجيب لي مثال الحادثة المتممة على صورة نسبة مئوية زي كده: إذا كان احتمال هطول المطر 70% فما احتمال عدم الهطول؟ الباقي عشان أوصل 100%. إذن هيكون احتمال A داش يساوي 1 ناقص الـ B، أنا لو طرحت 1 ناقص 70% هيديني كام؟ 30%. وبكذا نكون وصلنا لنهاية درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد رمز للعلوم ومفخرة، بين النجوم وفي القلوب موقرة، أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الآسرة. قلم الحياة هناك يعرف مجده، والفكر والقلب.